بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. فأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقه مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفه فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا حجة الله في أرضي وسمائي. صلى الله على روحك الطيبة وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي بن حسين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم اللعنة وضاعف عليهم العذاب الأليم. الشهداء الأبرار. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء والصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. فأشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة العباس بن أمير. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. وصل اللهم على محمد وآل محمد.